دكتور يا جدعان، بس يا جدعان بص على فارس، بص على فارس، بص ازاي عطار ده قاعد خدر دلوقتي. طب بقول لك ايه، انت فين؟ انا فرمت بيرميتا من كل مكان. طبعا القرار الجديد في واقعية مؤمن زكريا. استنى يا جدعان، قول لنا بقى منطوق الحكم ايه النهارده يا غالي؟ لا لا كده تمام، كده تمام، كده تمام. المكان معنا دفاع المتهمين بعد صدور قرار المحكمه. التهمين هيقول لنا ويكشف لنا التفاصيل. اهلا بسيادتك معالي المستشار، تفاصيل الحكم النهارده وبعد الحكم على المتهمين بالسجن 3 سنوات وكفاله ماليه قيمتها 5000 جنيه. ايه بالظبط، احكي لنا الحيثيات بتاعت جلسه النهارده. يعني النهارده المحكمه اصدرت حكم بحبس المتهمين 3 سنوات وكفاله 5000 جنيه لحكم تنفيذ الحكم موحدا مؤقت. ان شاء الله احنا هندفع نسدد الكفاله النهارده ان شاء الله، وان شاء الله النهارده المتهمين بالليل يبقوا في الشارع ان شاء الله. ان شاء الله بالليل. يعني هي انت الفعل انت قدمتها للمحكمه عشان حصلت بمقتضاها على حكم ايقاف التنفيذ توالت قبل كده في لقاءات اخرى، قلنا الدفوع وقلنا كل ما وصار، لكن بالنسبه للحكم لا تعليق على احكام القضاء. طب ايه ابرز النقاط اللي انت اعتمدت عليها؟ تعليق قانوني ان احنا كده هنطعن على الحكم بالاستئناف بس، والمتهمين مفرج عنهم ماخذ سبيلهم في الشارع. طيب احنا عايزين نسال حضرتك سؤال، حضرتك متمسك ببراءه المتهم بتاع متمسك حضرتك. ببراءه المتهم، ايه الاسباب والدفوع اللي عند سيادتك انك تتمسك ببراءه المتهم؟ يعني كل الناس بتسال ده، وده سؤال برضو من حقنا ان احنا نطرحه. كل ده ما اثرته امام محكمه من دفاع ودفوع قد استغرق اكثر من 50 دقيقه. كل اللي انا بتكلم فيه هي نقطه واحده، احنا النهارده استمعنا الحكم المحكمه، المحكمه اصدرت حكما بحبس المتهمين 3 سنوات وكفاله 5000 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا. ان شاء الله احنا هنسدد الكفاله القانونيه وهيخلى سبيل المتهمين النهارده مساء. هل ده هيؤثر على صحه الحاله الجنائيه للمتهمين؟ لا يا فندم، الحكم لم يصبح نهائي ولم يحس حجيه الحجيه النهائيه. فان شاء الله باذن واحد احد هنسدد الكفاله النهارده. هل في نيه انه بعد الحكم يعني ايقاف التنفيذ اللي يكون فيه ارضاء للكابتن مؤمن زكريا، خاصه ان هو يعني كل الناس متعاطفه مع مؤمن زكريا ولا ما فيش؟ يا فندم كلنا متعاطفين مع الحاله المرضيه للكابتن مؤمن زكريا. ما يحدث في الاوراق حاجة، وحالة الكابتن مؤمن زكريا لو أي حد في الشارع هتقول له هيقول لك متعاطف مع الحالة المرضية للكابتن مؤمن زكريا. إيه سبب استمرار مؤمن زكريا في إجراءات التقاضي رغم إن بعض المتهمين عرض إن هو يعني الصلح و مفيش أي حد من أهلية المتهمين تقدم بعرض الصلح مع أهلية مع كابتن مؤمن زكريا أو دفاعه أو أوليته حتى. مفيش تواصل تم تماما، وأي شائعات نشرت غير صحيح احنا ما بنسالش عنها لان غير صحيح، لان لو في تواصل حتى في التصالح هيبقى اكيد عن طريق الدفاع بتاعه، عن طريق دفاع المتهم. انا اللي هتواصل واقول انا عايز احل. طب انت كلمه توجهها لمؤمن زكريا؟ ربنا يا رب يشفي الكابتن مؤمن زكريا ويعافيه، وان شاء الله يعني نتمنى له ان هو يعود للملاعب تاني، ده شيء نتمناه. طيب. لكن اللي صدر النهارده ان شاء الله ان المتهمين ان شاء الله مساء النهارده ان شاء الله المتهمين هتشوفوهم في الشارع ان شاء الله. طيب حاله الاسر او ذوي المتهمين حالتهم عامله ازاي بعد سماع الحكم؟ طبعا حكم صعب، عارفين بحالته، رد فعلهم كانت عامله ازاي؟ رد فعلهم ان هم عارفين ان في طعن هيتم عن طريق الاستئناف. لكن المتهمين كلهم هيخرجوا النهارده، فده بالنسبه لهم حاله فرح. اللي انا برضو بساله في حته ايه، ان هم مقتنعين تماما ان هم المتهمين ابرياء، لم يرتكبوا اي جنايه، لم يرتكبوا اي ذنب، اي جرم. فلذلك بنسال بعد القرار اللي صدر ده، لا تعليق على احكام القضاء ولكن عايزين نعرف حاله التعليق على الحكم القضائي باحدى طرق الطعن. انا طريق الطعن اللي قدامي ان انا هستأنف، لكن بالنسبه لاهليه المتهمين زي ما في صدمه ممكن من حكم 3 سنوات، لا هو في رحمه في الحكم بان الحكم مصدر عن في كفاله، فهنسدد الكفاله والمتهمين هيخرجوا. وده طبعا اللي مفرح اهليه المتهمين ان كلهم موجودين هيخرجوا النهارده. كنت حضرتك في الجلسه اللي فاتت قلت ان في تهمتين تم ازالتهم، يعني التهمه الوحيده هي تهمه نشر الاخبار الكاذبه، هي المحكمه حكمت النهارده فيها 3 سنوات. لكن التهمتين التانيين هي براءه من المتهمين. براءه ان شاء الله. احنا عايزين نوضح بس الساده المشاهدين ان الحكم هو 3 سنين حبس، 3 سنين مع الشغل. الحكم يا فندم حبس المتهمين جميعا 3 سنوات مع الشغل وكفاله 5000 جنيه لايقاف تنفيذ العقوبه مؤقتا لحين الاستئناف. الله ينور عليك. فاحنا هنسدد الكفاله ونستأنف في القضيه، والمتهمين ان شاء الله جميعا النهارده ان شاء الله يبقوا بره في الشارع.
ان شاء الله بإذن الله. يعني عايزين نشوف التطورات الفتره القادمه، هل من المتوقع ايه في الفترات القادمه من قبل الدفاع المؤمن كابتن مؤمن زكريا وحضرتك؟ احكي لنا على الحيثيات دي والاجواء. بالنسبه لدفاع الكابتن مؤمن زكريا، هو خلاص ادعى مدنيا بطلب تعويض امام محكمه اول درجه وامام الاستئناف ان شاء الله اللي هيكون ممثل الاتهام هي النيابه العامه. صحيح. فما فيش حضور بالنسبه لدفاع الكابتن مؤمن زكريا، يعني كده حضور لمباشره الدعوه الجنائيه بس مش اكتر من كده. طيب في الجلسه ومعالم الجلسه والاتهامات اللي بدرت من زيدان، عايزين نعرف الاتهامات او القضيه في الشائك ان في ناس بتقول هو مين قريب كابتن مؤمن زكريا، هو ايه ده يعني كابتن مؤمن زكريا قرايبه بيضحكوا عليه او بينصبوا، وضح لنا ده. بص يا فندم، انا طالما المفروض ان انا بمثل في دفاع قضيه ان انا يكون عندي قناعه تامه وكامله ان المتهمين دول ابرياء، فدي حاجه انا شغاله عن قناعه نفسيا بما استنبط من الاوراق. فاللي انا اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي ان التواصل تم ازاي او ما تمش ازاي، كل ده موجود في تحيات النيابه العامه. لكن مع اهليه الكابتن مؤمن زكريا هم مستبعدين جدا من اي كلام، يعني الكلام كله كان تم عن طريق المتهم الرابع ان هو تواصل مع حد من اهليه الكابتن مؤمن زكريا عشان يفهموا ان في اكتشاف سحر وفي الكلام ده كله. المتهم الرابع اللي هو محمد امام سي كده، محمد امام الشايب وقعت السحر. اخو ترابي بيقول ان هي حقيقيه ولا زال مقتنع ان هي حقيقيه. كل الاطراف مقتنعه ان هي حقيقيه لحين الان. ليه؟ لكن دلوقتي اسدى الاستقرار بالنسبه لمحكمه اول درجه بحكم قضائي مع ايقاف تنفيذ العقوبه في حين سداد الكفاله. فامام محكمه الاستئناف ما يثير من دفاع مستجد بقى ان شاء الله. طب حضرتك شايف ايه من وجهه نظرك بغض النظر عن وجهه نظر الجميع، هل مقتنع ان في سحر واعمال وشعوذه؟ دي حاجه طبقا للاوراق، يعني انا مقتنع اكيد طالما اوراق ازاي والقانون في مصر مش بيعترف بذلك الشيء. بمعنى ايه يا فندم؟ يعني القانون مش بيعترف ان في وجود لسحر ودجل وشعوذه. القانون مش بيعترف، ده القران معترف ان في سحر معتاد، لكن احنا بنتكلم على المحكمه، بنتكلم على القانون، القانون معترف بالسحر مظبوط. ايه الماده اللي بتقول ان في سحر؟ السحر مذكور في القران. القانون دوت حضرتك مستنبط من ايه؟ من الشريعه الاسلاميه. صحيح. الشريعه الاسلاميه الجزء اللي يتجزا من القانون. ماشي. فحضرتك ما يعني لما تتكلم نتكلم في نصوص حاجه معقوله. ما انا اللي بتكلم في سيادتك فيها مع النصوص ان في العادي ما فيش. احنا اللي عايزين نوضحه بس دلوقتي ان شاء الله باذن الله المتهمين جميعا هيخلى سبيلهم النهارده لو هم قرروا بالاستئناف النهارده المتهمين، لو ما تمكنوش من التقرير بالاستئناف النهارده وسددنا الكفاله هيخلى سبيلهم بكره ان شاء الله. ان شاء الله. المتوقع بالاستئناف يكف الحكم؟ نعم. المتوقع بالاستئناف يكف الحكم؟ امام محكمه الاستئناف، محكمه الاستئناف تنظر لوقائع الدعوه من اول وجديد. يعني امام محكمه الاستئناف حضرتك اكنك بتشتغل الدعوه من اول وجديد. لا المحكمه لها سلطه مطلقه في ان هي تلغي حكم اول درجه خالص، تقضي بالبراءه، دي حاجه بتاعت المحكمه. لكن لا تعليق تماما على احكام القضاء. نشكر سيادتك جدا. انا متشكر جدا ليك. اهلا الكرام متابعي بير ميديا من كل مكان. طبعا ده كان قرار المحكمه في واقعه الكابتن مؤمن زكريا، طبعا مشهوره بالسحر المزيف والتي خدي فيها بحبس جميع المتهمين 3 سنوات مع الشغل وبدفع غرامه 5000 جنيه.